الماسونية العالمية نحن نتهمها أنها تريد أن تقضي على العرب والمسلمين، وهذا صحيح، ولكن من هو السبب في ذلك؟ من هو السبب؟ السبب نحن أنفسنا. الغرب يخاف منا. الإسلام محرف، حرفه أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرون بالجنة، حديث العشرة موضوع وضعته الماكينة الإعلامية الأموية. هؤلاء النفر حرفوا الدين وحرفوا الإسلام وحولوه إلى دين استعماري توسعي يسفك الدماء. يعني يا أخواني يا أحبابي، معاوية بن أبي سفيان عندما كانوا يغزون ويفتحون البلدان كان يأمر قواته وشبيحته، شبيحة معاوية، كان يأمرهم أن يصطفوا له الأصفر والأحمر، يعني الذهب والفضة، الأصفر والأبيض، غنائم الحرب من الذهب والفضة كلها لمعاوية، وبقية الغنائم للمقاتلين. كان يأمرهم باصطفاء أجمل الجواري من النساء والأصفر والأبيض، الذهب والفضة لمعاوية، حكر على معاوية حصرا، وأجمل النساء من الجواري من الجاريات حكر على معاوية حصرا. فالغرب درس تاريخنا ورأى أننا، يعني أي الغرب، ورأى أن الغرب قال في نفسه أننا إذا سمحنا للعرب والمسلمين بالقوة وأن يصبحوا ذوي شوكة سوف يفعلون بنا كما كان يفعل أسلافهم من معاوية بن أبي سفيان ويزيد والأمويين والعباسيين والعثمانيين والآن الدواعش. فما هو الحل حتى ننقذ أنفسنا؟ الحل أن نبقي المسلمين مشغولين بأنفسهم، حروب دائمة، أن نحول الإسلام إلى أرض محروقة حتى ننجو من بطشهم. إذن افهموا اللعبة يا إخواني، افهموا اللعبة. اللعبة باختصار هي موالاتك لعمر بن الخطاب، لعمر ابن الخطاب. لن تتحرر ولن يتركنا الغرب وشأننا حتى نتحرر من عمر، من لعنة عمر. نحن الآن علينا تعويذة سحرية، نحن أهل السنة والجماعة شملتنا تعويذة سحرية هي عمر. لن تفك، لن يفك، تفك هذه الهموم والحروب في الشرق الأوسط والمشاكل التي نعانيها إلا حتى نزيل هذه اللعنة والتعويذة السحرية التي هي عمر بن الخطاب. تحرر من لعنة عمر، تحرر من تعويذة عمر السحرية، من تعويذة عمر السحرية، تنتقل إلى العيش في رغد وهناء. أقول لكم، إسرائيل والغرب والجمعية السرية التي تحرك العالم، الماسونية العالمية، لن تتركنا نعيش بسلام حتى نتحرر من عمر وما يتعلق به. أنت عندما تتحرر من عمر تنفتح لك الآفاق، تصبح مسالما، تكره الإرهاب وتصبح مسالما، تحب الآخر، تقبل الرأي الآخر، تحب الفن، تحب الموسيقى، تستمع إلى الآخرين باحترام. لو جلس أمامك ملحد أو علماني أو مسيحي أو يهودي أو شاذ أو مثلي تعتبر أنه أخي في الإنسانية، تحب جميع الناس. أما إن بقيت تحت سطوة لعنتي وتعويذتي عمر السحرية ورأيت أمثال هؤلاء، ماذا ستقول؟ الله أكبر، دعني أضرب عنقه بالسيف. قدوتك عمر، أما عندما يصير قدوتك علي، علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا تفعل بأعدائك؟ تفعل بهم كما فعل علي مع عدوته أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله أم المؤمنين، احتراما لمشاعر طائفة أهل السنة والجماعة، كما فعل مع عدوته عائشة عندما انتصر عليها لم يقتلها، لم يمثل بها، لم يسبها، إنما وضعها على هودج، على سيارة مرسيدس مع حراسة مرافقة، سيارات ستيشن مرافقة،
وأرسلها معززة مكرمة إلى قومها. هذا هو علي، هذا هو علي، هذا هو وصي رسول الله، هذا هو وصي الله، هذا هو ولينا. لو قامت دولة علي بدل دولة عمر لعاش المؤمنون والمسلمون الآن كما نحن الآن في السويد، سلام وأمان وحب واحترام للرأي الآخر، واحترام للمرأة، وحب للفن، وحب للحياة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمر بن الخطاب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أبا بكر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عثمان بن عفان، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أيها العشر المبشرون بالجنة كذبا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أمنا عائشة غفر الله لك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وجزاكم الله تعالى كل خير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.